مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج السلام الكويت عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه صحه الاسنان من الاشياء المهمه جدا في حياه كل انسان واذا نتكلم عن تاثيرات اللي ممكن تاثر على الاسنان من خلال الادويه والعلاجات وايضا راح نتكلم عن الحامل وما هي الطرق الصحيحه لمعالجه اسنانها خلال فتره الحمل وايضا بعض الامراض المؤثره على الاسنان والادويه اللي ممكن ايضا تاثر على الاسنان وغيرها من الاسئله مع ضيف فقرتنا الاولى من حلقه الليله وهو الدكتور احمد امين طبيب الاسنان في مركز الكويت الطبي مساك الله بالخير دكتور احمد الله يسعدك الحال دكتور بدايه يمكن مثل ما قلنا الاسنان مهمه جدا ان الانسان يحافظ عليها يقي نفسه كثير يمكن الامراض اللي حتى الاسنان ممكن تاثر عليها شنو اهميه الاهتمام بصحه الفم والاسنان بالنسبه لاي انسان آه وطبعا الفم والاسنان هي البوابه الرئيسيه للجسم كله نعم. آه هي طبعا في اللي هو مثلا بيقول اللي هو المعده بيت تمام الاسنان أه بيت شنو؟ هو ده المدخل الاساسي <applause> للمعده الجهاز الهضمي <applause> فعلشان كده هو بيكون اهميه الحفاظ عليه بالنسبه لصحه الجسم كله ده شيء مهم جدا نعم تمام أه اذا صح الفم وصحه الفم واللثه والكلام ده كله هو بيكون الاساس لصحه الجسم نعم أه يمكن اذا نتكلم عن الصحه بشكل عام بالنسبه للاسنان هل اليوم نسمع انه ممكن ان انت تنظف اسنانك كل ستة اشهر في من يقول لك كل سنه في ناس ممكن ما يطري على التنظيف نهائيا ممكن وفي انسان ممكن يعتمد على الفرشه والمعجون في البيت مرتين ثلاث مرات مره باليوم شنو افضل طريقه للمحافظه على صحه الاسنان من ناحيه التنظيف؟ طبعا هو اول شيء في تنظيف الاسنان واللثه هي غسيل الاسنان بصفه يوميه اقل شيء بيكون مرتين في اليوم اهم مره في هي المره اللي بتكون قبل النوم نعم. أه طبعا استخدام خيط الاسنان الطبي أه على الاقل مره يوميا علشان أه نشيل بقايا الاكل ما بين الاسنان والاماكن اللي هي الفرش الاسنان مش بتوصلها أه طبعا الـ 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 نوعيه الاكل كمان بتاثر الاكل اللي فيه الياف بيكون بيكون كويس جدا لصحه الفم واللسه كمان يعني اللي ياكل رز على طول انت تدري احنا في الخليج الرز يعني وجبه اساسيه بالذات الغداء تمام واغلب الاحيان بعد بالعشاء شنو الماكولات اللي ممكن تاثر على صحه الاسنان دكتور؟ اي اطعمه سكريه بتكون مضره جدا لصحه الاسنان خصوصا اذا ما تمش غسيل الاسنان بعدها لان هو بالاساس السكريات بتبتدي تتحلل عن طريق البكتيريا الموجودة في الفم وتعمل الاحماض اللي هي بتعمل تسوس الاسنان. نعم. بالنسبة للتنظيف هل ستة اشهر او سنه او طب عادي انه ما ينظف يعني ممكن انه لا،, لا تنظيف الاسنان المفروض يكون مرتين في السنه يعني مره كل ست شهور مم. تنظيف الاسنان هو بيشيل البقايا الكلسيه او الجريه على الاسنان اللي هي فرش الاسنان ما بتشيلهاش مم. فده مهم جدا لان هو الجير طبعا بيكون تركيبه 80% بيكون الميكروبات بتاعه الفم وال20% الباقيين بيكون الكالسيوم او هي الكالسيوم ده بيكون الطريقه اللي بيخلي الكلس او ال 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 البقايا او الجير ده بيلزق على الاسنان ما له تاثير التنظيف على الاسنان لا بالعكس ده هو لازم آه لا ده لازم لازم يكون مرتين في السنه هو ده اللي في بعض الناس اللي يقول الكمنتيش. لا انا ما اقدر يعني مرتين بالسنه او حتى كل ست اشهر ما اقدر لان ممكن انه يسوي يعني مثل ما يقولون فرق بين الاسنان ممكن انه ياثر على قوه الاسنان هل الكلام هذا صحيح آه للاسف هو ده الـ الـ الكلام الشائع بينا كلنا في ان هو ان بعض يقول بعض تنظيف الاسنان المريض بيحس ان الفراغات بالاسنان وزادت <applause> والحقيقه ان هو الجير بيكون مغطي بين يعني الفراغات دي بيكون موجوده في الاصل الجير بيكون مغطي الفراغات دي فبيكون مداري على الفراغات مجرد ما الجير من على الاسنان <applause> آه بيبتدي يحس ان المريض الفراغات وسعت لكن الحقيقه هو السبب في الفراغات دي هو الجير الاسنان الجير نعم خلينا نروح للامراض وتاثيرها على الاسنان مرض السكر ناخذ مثلا شنو صح تاثيره على صحه اسنان الانسان دكتور مرض السكر هو عباره عن ارتفاع في نسبه السكر في في الدم عن المعادلات الطبيعيه مه. فبيأثر على جميع اجهزه الجسم زي الجهاز المناعي زي الاوعيه الدمويه الجهاز العصبي من ضمن التاثيرات اللي هي بتكون في الفم بتكون تاثيرات مباشره من مرض السكر هو الاوعيه الدمويه او الشرايين او الاوعيه الدقيقه اللي بتغذي اللثه نعم بتكون الجرايين الدم فيها مش بصوره طبيعيه فده بيؤدي لالتهاب اللثه برضو المريض السكر بيكون الجهاز المناعي عنده ضعيف شويه زين. فعلشان كده بيكون الـ الـ التهاب اللثه بيقعد فتره طويله علشان يعني يلتئم عن المعدلات الطبيعيه او عن الشخص الطبيعي. هل يسبب تساقط الاسنان صحيح؟ آه, آه،, آه، لان هو برضه مرض السكر بيكون بياثر على الاوعيه الدمويه اللي هي بتغذي عظم الفك. آه، مع تراكم الجير مع عدم الاهتمام بصحه الاسنان بالنسبه لمريض السكر آه، بيحصل تراجع او الحصار في اللثه. فبالتالي انحصار في الدعم او انحصار في العظم اللي هو بيعمل دعم للاسنان في المكان بتاعها. شلون يقدر يحافظ مريض السكر على اسنانه من انها تطيح؟ يعني يمكن نعرف كذا شخص يمكن حتى مكبر بالعمر فيهم سكر طاحت الاسنان كثير عندهم راحت يعني يقول ممكن وانا اكل فجاه طاح مع الاكل واحد من الاسنان ما كان في شيء يعني عادي. تمام شلون يقدر يحافظ مريض السكر على اسنانه؟ لازم غسيل اسنان مستمر آه، لازم يعرف ان اللثه عنده بيكون حساسه عن الشخص الطبيعي غسيل آه، الاسنان مراجعه الطبيب باستمرار آه، اذا في عنده اي التهاب او جروح باللثه لازم ان هو بيتابع مع الطبيب او ان هو بيبتدي ان هو يعالجها ما مي، يتركهاش مع الوقت آه، هي دي اهم الحاجات اللي هو بيهتم بيها طبعا برضه بالاضافه لطبيعه الاكل ذات نفسها اي اكل فيه الياف زي الفواكه آه ده بيكون أو الخضروات اللي هي زي الخضروات الطازجة زي الخيار أو أي أي خضروات فيها ألياف. آه دي بتكون مفيدة جدا. طبعا بتكون بتعمل آه أول حاجة الألياف اللي موجودة في الفواكه أو الفاكهة الفواكه أو الخضروات بتبتدي هي تشيل بقايا الـ 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 الكلس أو التراكمات على الأسنان. فبالتالي لو في التهاب في اللثة بيبتدي إن هو بيقل مع الوقت. نعم. طب بالنسبة لضغط الدم يعني كثير من الناس يستغرب في دكتور يقول له إذا عندك ضغط دم ومرض الضغط ومرتفع الضغط ما شيل واحد من أسنانك إذا حتى لو كان يبي يشيل ضرس يعني من من الأسنان وفي دكتور لا يعطيه البنج ويشلع والأمور تمام ما في شيء شنو الأصلح شنو الأفضل دكتور أول حاجة لما بيكون في مريض ضغط بيكون في عيادة الأسنان أول حاجة الطبيب لازم يسأله <applause> على الضغط بتاعه في المعدلات الطبيعية ولا لا <applause> آه واخد دواء الضغط ولا لا قبل عملية الحلاة الضغط العالي آه بيسبب نزيف آه بعد خلق الدرس بيقعد نزيف فترة أطول من المعتاد <applause> آه علشان كده آه الواحد لازم يتأكد إن مريض الضغط بيكون آه واخد الدواء بتاعه الضغط بتاعه آه في المعدل الطبيعي علشان آه ما يحصلش نزيف يعني بكل الاحوال تنصح انه يشيله ولا ما يشيله وقت اللي يكون المريض عنده ضغط؟ لا لازم ياجل لغايه ما الضغط ياجل خلع الضرس لغايه ما الضغط بتاعه يكون يرجع للمعدل الطبيعي. نعم. بالنسبه للامراض الثانيه دكتور احمد يعني الامراض اللي تختص مثلا بالجهاز العظم الجهاز الهضمي طبعا. هل لها تاثيرات على الاسنان غير مرض السكر ومرض أه طبعا في في يعني مثلا زي مريض الكبد اي بيبقى طبعا في رائحه الفم ليها برضو السكري بيبقى ليه برضو رائحه في الفم قرح المعده بيكون بالاساس برضو بتعمل رائحه مش مش كويسه في الفم طبعا بيتاثر اي مرض في الجسم بيأثر برضو بطريقه مباشره او غير مباشره على الاسنان نعم دام انت قلت لأسباب رائحه الفم شنو اهم الامراض اللي ممكن يعاني منها الانسان تؤدي الى رائحه الفم وهل الاسنان بعد في حال انه عنده مشاكل بالاسنان او اللثه هم بعد تاثر في هذا الموضوع طبعا هو بيكون اول حاجه رائحه الفم بتنقسم لحاجتين او سببين السبب الاساسي اللي هو داخل الفم ذات نفسه اللي هو التهاب اللثه او التسوس الاسنان او اللعاب لو هو عنده جفاف في الفم كميه اللعاب بتكون قليله شويه بيأثر كتير في في رائحه الفم. الاسباب طبعا الطبيه او ليها علاقه بالاجهزه الاخرى زي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز السمعي برضه بيأثر على على رائحه الفم. الجهاز السمعي يأثر على رائحه الفم؟ شلون نقدر آه نوضحها؟ لو مريض عنده جيوب انفيه بيأثر جامد قوي بيبقى عنده رائحه مش كويسه للفم في في برضو امراض زي مرض التهاب الاذن الوسطى. <applause> آه الاذن آه في بينها وبين الانف آه قناه اسمها قناه ستاكيوس او قناه إيه؟ بالضبط بالضبط بالظبط زي قناه آه موصله للف بين الأنف بين الاذن الوسطى وبين الانف. <applause> آه بالتالي برضو اما بيكون في اي التهاب في الاذن الوسطى او الجيوب الانفيه بتاثر في في رائحه الفم بالنسبه للمريض لان طبعا في اتصال برضو بين الانف والفم عن طريق البرعومه ذات نعم. <applause> نقول الله يديم التواصل بين الفم والانف والاذن بعد دكتور بالنسبه للمراه الحامل تمام شلون المراه الحامل تحافظ على صحه اسنانها وهل الحمل له تاثير على صحه المراه الحامل؟ الـ 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 المراه الحامل بتواجه مشاكل في الاسنان واللثه اكتر من الـ من الـ السيده اللي هي بتكون غير حامل ليش اول حاجه بيكون الكالسيوم بيبتدي ان هو يقل كثافته من العظم ومن الاسنان ياخذ الولد يعني بالظبط للجنين تمام يسحب من الكالسيوم آه. فعشان كده بيبتدي ان هي اسنانها بتكون ضعيفه آه مع الوقت آه حاجه تانية ان هي هرمونات الحمل بيبتدي ان هي تاثر على اللثه برضه لو في قلت عندها التهاب خفيف في اللثه في هرمونات الحمل آه زياده نسبتها في الدم طبعا اثناء الحمل آه بيخلي التهاب اللثه بيكون آه اعنف بالنسبه للمراه الحامل. شلون تحافظ على اسنانها المراه الحامل؟ غسيل الاسنان بصفه مستمره آه لازم بتراجع آه طبيبه النساء آه بتشوف آه بتاكد بالنسبه للكالسيوم تهتم بالاطعمه اللي فيها كالسيوم زي اللبن الحليب الجبن الروب اي حاجه بتزود نسبه الكالسيوم في الجسم. حسب ما نعرف ان المراه الحامل في حال ان عندها مثلا الم بالاسنان او عايز تعمل عصب او حتى لو خلع طبع. من الصعب او من غير المستحب انها تتخدر يعني تخدر مكان الالم عشان تعمل لها عصب وغير هل الكلام هذا صحيح فاثناء فتره الحمل هو الفتره اللي احنا بنحب نشتغل فيها هي من الشهر الرابع للحمل لنهايه الشهر السادس اول ثلاث شهور بيكون مش صح ان احنا نشتغل في الاسنان عشان تكون الجنين وراح تكون الجنين واخر ثلاث شهور عشان صحه الام الحامزة ذات نفسها الحاجه المهمه اللي هو طبعا احنا ما بنقدرش نعمل او غير المستحب ان احنا نعمل اشعه اثناء فتره الحمل لا. هي دي بيكون فقط الاهتمام بيكون فقط من الشهر الرابع للسادس نقدر ان احنا نشتغل بيكون بصفه امنه لحد ما حتى لو كان مثلا في حال ان يعني هذه المراه الحامل تعاني وتحتاج ان مثلا ينخلع لها ضرس او ينشال لها عصب هم بعد في كل الاحوال ما تستخدمون معاها التخدير والشيء التخدير بيكون يعني بنقدر احنا نستخدمه عادي جدا من من في في الشهور الحمل الوسطى اللي هي من الرابع للسادس اقدر اعمل تخدير عادي خالص اقدر ان انا اشتغل بطريقه امنه يعني اذا من السابع مثلا الى التاسع ما تستخدمه بيكون حتى لو كانت في حاجه مستخدم. لو في حاجه جامده بيكون بنقدر نحن نضطر ان نتدخل وندي تخدير ما فيهوش مشكله بس بيكون ده للضروره القصوى بيكون الم شديد او شيء نعم خلينا نروح للادويه دكتور احمد اللي تاثر على الاسنان وعلى اللثه يعني شنو الادويه اللي ممكن يستخدمها الانسان بعيد عن الاسنان تمام لامراض عضويه بالجسم طبعا. ممكن انها تاثر على الاسنان واللثه آه، معظم الادويه للاسف فيها تاثيرات مباشره او غير مباشره برضه على الاسنان آه، اشهر حاجه هو مرضى الضغط آه، بيستخدموا نوع معين من الادويه بتيجي تاثر على اللثه بتعمل تضخم في اللثه آه، اسمها زي آه، اسمها كالسيوم شانل بلوكر او آه، اللي هي بتقفل آه، قنوات الكالسيوم اللي بتكون بت، بت، في عضلات او خلايا الاسنان الخلايا القلب ذات نفسها هي بتكون بطريقة غير مباشره الادويه دي بتاثر على تضخم على الاسنان او اللثه نعم. فبتعمل تضخم في اللثه آه برضو بالنسبه للادويه اللي هي بتكون الحالات اللي هي الـ الـ او المرضى اللي عندهم امراض نفسيه مضادات الاكتئاب آه بتاثر بتعمل جفاف جامد في الفم خصوصا في اول شهر او شهرين من استخدامها نعم. فبتعمل جفاف في الحلق آه جامد جدا آه بعض الادويه الاخرى زي آه الاسبرين لو مرضى القلب بيبقوا ماشيين على الاسبرين او مضادات التجلط نعم. بيكون عندهم طبعا سرعه نزف عاليه ولازم يكون ليهم احتياطات معينه آه قبل من انا ابتدي اعمل اي حاجه للاسنان نعم. طبعا آه بيكون آه يعني اتقاء للنزيف من الاشياء اللي اليوم صارت تواجه الانسان آه والمحافظه على الاسنان تبييض الاسنان تمام آه شنو اخر سرعات التبييض آه دكتور احمد تبييض الاسنان هو بالاساس عباره هو عن آه ان احنا بنشيل الاصباغ الداخليه للاسنان على خلاف التلميع الاسنان اللي هو الصبغات الخارجيه مطرح التدخين او او المشروبات الغازيه زي الصودا او البيبسي yeah. احدث صيحه في التبييض هو التبييض الليزر آه طبعاً بيكون المريض لازم تكون طبعاً اللثه بتكون كويسة آه ما فيهاش أي التهاب إن إحنا نعمله تبييض آه بيكون عبارة عن جلسات في العيادة هي جلسة واحدة بس بتكون عبارة عن آه زي سيشنز أو آه أجزاء في جلسه واحده احط مثلا اعمل يعني اعمل ليزر او جلسه ليزر للمريض م -م. بيكون حوالي مثلا 10 دقائق او ربع ساعه بعدين ببتدي هو يرتاح برضه شويه بعدين اعمل الجلسه الثانيه او السيشن الثاني بعدين السيشن الثالث وهكذا ده بيكون تبييض الاسنان بيبقى في خلال حوالي ساعه ونص بتبقى طبعا فعال جدا بيوصل درجه تقريبا الب... يعني درجه التبييض للمريض بيبقى محتاجها يعني كم تقريبا توصل النسبه بيقدر نغير تقريبا 8 درجات <applause> على المقياس بتاعنا او حاجه اسمها الشيد جايد 8 درجات افتح عن السن اللي هو بيجي لنا المريض بيه او اللون الاسنان اللي بيجي لنا 8 درجات بيجنة. افتح طبعا <applause> انجح طريقه هي طريقه الليزر <تصفيق> <تصفيق> طريقه الليزر هي اسرع اسرع طريقه لكن التبييض المنزلي برضه بيكون بيوصل نفس النتيجه بس بيكون ابطا شويه. تبييض المنزلي آه. اللي هو آه هو عباره آه عن ان انا باخد آه مقاسات للمريض او مقاسات ليه آه بنعمل ليه قوالب شفافه آه بيبتدي القوالب الشفافه الشفافه المريض بيستعملها بيحط فيها الجل الاسنان اللي هو المبيض مهم. ويبتدي ان هو يستخدمها او يحطها على اسنانه آه في المنزل. نعم. آه على حسب آه طبعا في كذا طريقه للتبييض او في كذا نوع لتبييض الاسنان في منهم ان هو بيحط القوالب آه ست ساعات او في اوفر نايت في ساعتين آه ساعه واحده هي هذا يتحدد مع الدكتور طبعا بيتحدد مع الطبيب بالضبط حسب تركيز الماده اللي هي مبيضه للاسنان نعم آه اذا ناخذ في نهايه هالفقره دكتور احمد اخر واحدث اجهزه الاسنان اليوم، هل اليوم في اجهزه جديده طلعت في عالم الاسنان او صناعه الاسنان وما ادري شو تسميها؟ هو الاسنان هي المهنه الوحيده او المهنه الطبيه الوحيده اللي هي بتجمع بين الطب والهندسه او التكنيكس الحديثه باستمرار. طبعا هو يمكن احدث حاجه نزلت هو الـ التسوس او حشو الاسنان بالليزر بواسطه الليزر <applause> آه، ذات نفسه حفر الاسنان او آه، بنشيل التسوس بالليزر ذات نفسه فنبتدي نبعد عن الهاند بيس بتاعتنا او, ال... أو الدرل اللي هو بنسميه احنا الدرل <applause> آه، اللي هو بيعمل حفر للمريض او بيكون مزعج للمريض آه، استخدام الهاند بيس اللي هي بتعتمد على الليزر دي بيكون من غير اي تغيير للمريض آه، امنه تماما هي دي من ضمن احدث الحاجات او هي احدث مريح تماما عن صوت المكاين اه طبعا وطبعا بتعمل الحشو او بتشيل التسوس يمكن بثواني يعني في وقت بسيط جدا الحشوات نفس الحشوات القديمه ولا اليوم تغيرت؟ انا خبري بالحشوات قبل 10 سنوات <applause> هو هو طبعا دلوقتي الحشوات اللي هي الاحدث حاجه هي الكومبوزيت او الحشو الليزر الضوئي هو طبعا دلوقتي التكنيس الجديده فيه بتعتمد على قوه الحشو ذات نفسه ودرجه الدقه اللون بتاعه بالنسبه للاسنان نعم فدي طبعا احدث بيبتدوا هم يعملوا فيها دراسات بيوصلوا لاحسن لون للاسنان مطابق للاسنان ذات نفسه نعم دكتور احمد في نهايه الفقره اذا في نصيحه حابب تقدمها لمشاهدينا للمحافظه على الاسنان ومثل ما قلنا احنا اليوم الاسنان ما صارت بس ان جزء من الجسم لا صارت واجهه إنسان. صحيح. هو طبعا الوقايه خارج من العلاج ده اهم شيء لو المريض بيبتدي ان هو يزور الطبيب الاسنان مرتين في السنه اللي هو كل ست شهور بيعمل فيهم تنظيف للاسنان فبيتيح بيبقى متاح للدكتور ان هو كل ست شهور بيبتدي ان هو يفحص اسنان المريض يفحص اللثه فهو طبعا بيكون وقايه لاي تسوس موجود او وقايه لاي التهاب في اللثه ده رقم واحد طبيعه الاكل غسيل الاسنان دي من ضمن الحاجات اللي المفروض بتكون مستمره مع الاشخاص طبعا عشان يبتدي ان هو يحافظ على الاسنان واللثه طبعا يعني بينعكس على صحه الجسم كله. ان شاء الله الكل يهتم باسنانه ويحافظ عليها اشكرك جدا دكتور احمد امين اشكرك على تواجدك معانا. وعلى هذه النصائح اللي قدمتها لمشاهدينا اللي, اللي نتمنى ان شاء الله استفادوا من هذه الفقره اشكرك جدا على امل نلقاك ان شاء الله في فقره ثانيه من سلام الكويت شكرا, شكرا اشكرك جدا مشاهدينا انتهت فقرتنا الاولى عندنا الفقره الثانيه لكن بعد الفاصل خليكم معنا بطل من ذهب لما سمينا هالفقرة ما سميناها من نيو طريج فعلا البطل اللي هو ضيفنا في هذه الفقرة يستحق مو بس هاللقب يستحق أكثر من هاللقب بكثير من اللي قدمه من التعب من الجهد ومن الإنجاز للرياضة الكويتية وللكويت ولعلم الكويت هذا البطل قدم الكثير على مدى سنوات وإلى اليوم ما زال يقدم رغم انه مثل ما انا الشيب عندي وهو عنده شيب بعد لكن هذا الشيب ما يثني اذا الانسان عنده عزيمه واصرار وحاب انه ينجز ويقدم عمره ما في شيء راح يثنيه عن انه يوصل للي يبيه. الكابتن طارق القلاف ضيف فقرتنا الثانيه من حلقه الليله حبينا نستضيفه من بعد ما استضفناه قبل فتره وكان يجهز لي بطوله يامل بطوله والخير هل معاه بالاستديو مثل ما قاعد نشوف مسي عليك بالخير كابتن طارق ويعطيك العافيه. يا هلا فيك يا حمد مساك الله بالخير ومسي على الساده المشاهدين وبالنسبه حق ما ذكرت الشيب انا طبعا صابغ ترى مو شيب هذا صابغ ابيض العافيه مشكورين ما قصرتوا انتم صراحه امانه على استضافتي في الفتره السابقه قبل استعدادي للبطوله والان انا معاكم بعد البطوله. احب اهدي هذا الانجاز الى سيدي حضره صاحب السمو الشيخ صباح العمد الجابر الصباح سمو العهد وسمو رئيس الوزراء واهل الكويت الحقيقه واتمنى ان شاء الله التواصل حتى يكون التحقيق المزيد من الانجازات باسم دوله الكويت الحبيبه ان شاء الله. امين ان شاء الله ان شاء الله ما يوقفك شيء مثل ما نقول دايم. باللقاء السابق كنا نتكلم عن تحضيراتك وتجهيزاتك للبطوله اللي انتهت قبل تقريبا اسبوعين. ووعدتنا وقلت أنه راح تشوفون ان شاء الله بالبطوله وراح اجيب ان شاء الله بهالبطوله الذهب واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن الذهب موجود الحمد لله. وعساك على القوه كابتن طارق كلمنا عن التجهيزات والتحضيرات اللي صارت حق هالبطوله الاخيره التجهيزات كنا في اثينا قبل البطوله تقريبا بشهر او شهر ونص نعم عملنا برنامج انا مع الجهاز الفني ومدربي كابتن ميكي الامريكي أه بعدها توجهنا الى أه نيو جيرسي عسكرنا فيها بعد وبعد نيو جيرسي رحنا أه ساوث جيرسي أه في بعض الولايات اللي يتواجدون فيها اللاعبين الاصحاء العالميين عشان نحتك فيهم لاستعدادهم للبطوله نستغل وجودهم بالفترات هذه احنا قاعدين نشوف الاماكن اللي هي موجوده فيهم وهم موجودين فيها يصير لعب بينك وبينهم طبعا على نظام شير كالعاده يعني دو كل دول العالم يسوون كذي يعني نعم فعشان نستفيد منهم لان كافي ان احنا لما نحتاج في المستوى هذا مستوى الاصحاء ومستواهم الكبير الحقيقه وطبعا يعطينا يعني تعزيز حق لياقتنا تعزيز حق الخبره تعزيز حق كل الامور اللي نحتاجها من خلال مشاركتنا في مع ذوي العاقه في البطولات اللي احنا نشارك فيها فلله الحمد تكلل البرنامج بنجاح الحمد لله والحمد لله دخلنا البطوله والله وفقنا بهذه النتائج. اذا أه نتكلم عن المشاركه في البطوله نفسها كابتن طارق يعني أه هذه البطوله حققت فيها ما شاء الله تبارك الرحمن ثلاث ميداليات ذهبيه شلون كانت بداياتك في في البطوله؟ والله كانت بداياتي طبعا في البطوله كالمعتاد يعني طبعا تجهيز درس قبل اللعب مع الكابتن تذكير الحركات وتسخين وبعدها لله الحمد ابتدينا في المنافسات طبعا الصبح في المجموعات وبعدها لله الحمد ننتظر التوفيق من الله سبحانه وتعالى على اساس نكمل الليل بالليل للنهائيات. اول بدايه كانت تصفيات؟ اول بدايه طبعا تصفيات. شنو كانت اول لعبه لك؟ طبعا اول يوم الابي. يعني متعارف عليه دائما لعبه الابي اليوم الاول ولعبه الفلورا اليوم الثاني ولعبه السابر اليوم الثالث. نعم. طبعا التصفيات تكون من الساعه تقريبا 9 الصبح تقريبا لغايه ما نخلص بالنتيجه يعني الجدول المعمول له لغايه تقريبا للساعه تقريبا 11 او 11 ونص تقريبا. نعم. بعدين يبقى راحه مده نص ساعه. للدخول الى خروج المغلوب الى النهائيات ولله الحمد الحمد لله يعني كملت معاهم إلا بالليل في ثلاثة ايام. كم لعبه لعبت في البدايه؟ لين وصلت النهائي في الذهبيه الاولى؟ أه تقريبا 12 لعبه تقريبا لعبة بي بي 12 التصفيات لعبه؟ مع 12 لاعب بالتصفيات اي يعني نعم بالتصفيات أه وبعدها طبعا راح يكون خروج المغلوب يعني يطلعون خلاص يعني نصف احنا كذا لاعب يعني دور الثمانيه دور الاربعه الى دور النهائي يعني واجهت صعوبه بالادوار اللي بالبدايه؟ والله شوف بالنسبه بالتصفيات الصعوبة صعوبه مع لاعبين في لاعب روسي وفي لاعب من الولايات المتحده الامريكيه في أه بنفس الوقت مثل ما تقول الخروج المقلوب أه طبعا اكيد في صعوبات ليش خلاص المنافسين يلتقون في النهائيات بالتالي نعم. يتحدد عد مصيرك هنا انت يا هم هذ هذين اللاعبين اللي لعبت معاهم بالبدايه اي نعم تكلم عن التصفيات وعن اللاعب اللاعبين اللي قلت عنهم مثل القويه اللي هم الروسي والامريكي اي نعم واجهتهم انت من قبل طبعا في لاعبين أواجههم من قبل في لاعبين يطيحون معاي في لاعبين ما يطيحون معاي على حسب تصنيفهم يعني زين هذيل القويه الاثنين واجهتهم من قبل طبعا واجهتهم ما كان عندهم اصرار يعني هاللاعب هذا نبي نبي نفوز عليه المره في والله شوف صار. في صار بنفس الوقت انا في عندي صار اني انا يعني لما العب مع اللاعب مثلا اذا فزت عليه مثلا بالنتيجه آه يعني في نقاط تنحط علي بسبب خطا م -م. اني انا سويته ويتي اللمسه علي لكن انا اللي قاعد اسجل رقم جديد اني انا احاول اني اخلي اصفار يعني ما يخلي نقطة علي. <applause> هذا اللي يسعي له، مثل ما هو يسعي انه بيفوز بالنتيجة لا، الحين انا قمت اسعي اني انا بحاول اني اخلي مشاركتي مع اللاعبين مثلا يعني ما اخلي لمستي عليه لما لمستي عليه معناته انه في خطا يعني صحيح. انا سويته وتغلب علي اللاعب، بس ولكن بالنسبة حق الفوز طبعا هذا يكون بال بالمباريات يعني باللعب يعني. وشيء طبيعي لازم يتي اللمسه ولكن هذا اللي انا قاعد اسعي له يعني. تبي فوزك وبالمقابل اللاعب اللي قدامك اصفار. اصفار. ما عنده ولا نقطه. ولا نقطه لان سويتها في بطوله اسيا مه. دخلت النهائي مع لاعب تايلندي والبطوله هذه كان فيها تاهيل حق بكين مه. ف العاب الاولمبيه. العاب الاولمبيه. 2008 فكنت باللعبة الفلوري كنت قاعد العب خروج المغلوب لعبت مع الكوري او الصيني زي. الحمد لله غلبته ودخلت النهائي ومن الجهه الثانيه المجموعه الثانيه فاز اللاعب التايلندي طبعا التقينا بالنهائي فانا قاعد بالملعب قاعد اقول حق رئيس الاتحاد الدولي كان قاعد اجبالي تربطني في علاقه طيبه زي. اللي هو مارتينا بازالو الاسباني الجنسيه قاعد اقول له شلون الحين انا تاهلت حق بكين كان يقول لي نو افتر ذس جيم لازم تفوز بالنهائي لازم تفوز بالذهبيه أيه. قلت له زين لعبت يعني انا ما ادري شنو النتيجه يعني ولكن لعبت لعبت مع اللاعب التايلندي احمد والله اني خليته 15 0 ما شاء الله بالنهائي <applause> نهائي بطوله اسيا فكان <applause> طالع رئيس الاتحاد الدولي قلت له الحين شنو؟ كان شن يقول لي انت مو تروح بكين المفروض بعد تروح بعد عشر بطولات وراها بعد اولمبيا <applause> ليش ليش نتيجتك 15 صفر على اللاعب هاي شيء صعب بالنهاية, 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 بالنهاية الحمد فالحمد لله يعني فهذا اللي كنت دائما يعني احاول اني يعني لا تغلي من شان اللاعبين الله الحمد بالبطولات العالميه واللاعبين العالميين احترمهم واقدرهم وطبعا احسب لهم حساب في بس كل عام رياضة انت طبعًا. ان انت تفوز بافضل لا هذا و... هذا بالنسبه لي طموح يعني اني يعني انا حتى هو يمكن عنده طموح انه يبي ما يبي يخلي لمسه علي هي. على على نفسه عفوا ولكن هذا طموح ولكن بنفس الوقت يعني بالعكس تربطني علاقه طيبه مع لاعبين دول العالم كلهم سواء اللاعبين، الحكام، اللجنه الفنيه، الـ الـ الكل الحقيقه بالعكس يعني اهم شيء انك تحط بصمه حلوه مع اللاعبين، مع الحكام، انك انت من هذا البلد صحيح. وانك انت تمثل الكويت بصوره طيبه فهذا اهم شيء عندنا يعني. طيب. ما شاء الله بعد ما نمدح اخلاقك احنا لا لا ما عليك زود الله يسلمك بالعكس نعم فيك الله بحالك أه كانت باي مدينه امريكيه البطوله فيرجينيا كانت فيرجينيا اي نعم منو اللاعب اللي وصل معك النهائي في الذهبيه الاولى كابتن اللي هو ليو الامريكي الامريكي أي نعم هذا اللي انت فايز عليه من قبل اي هذا طبعا اضخم لاعب آه عالمي ليو زين وهذا اللاعب طبعا آه شارك في حرب تحقيق الكويت كان من الأصحاب ما كان في شيء اه ما شاء الله أي نعم وعرف قصته العام انا زين ودخلت معاه في آه المباريات العام آه بدا يلعب آه ينافس آه وبنفس الوقت التقيت معاه هالسنه في التصفيات وكذلك دش معي انه وصل للنهاية نعم. طبعا هذا اللاعب كان مشارك في حرب تحرير الكويت. وص... اصيب؟ اي اصيب في طبعا اثناء الحرب في شظايا وكذا انفجار وصار من ذوي الاحتياجات الخاصه. فالشيء الحلو انه هو اختار لعبه المباراه ما راح لعبه ثانيه. قلت هذا نعم. من حسن حظنا انك انت موجود وانك انت يوم كنت في من الايام كنت بالكويت من الاصحاء. فاحنا نعم. راح فيك في عالمنا. أهلاً من المباراه بس فوز ما في ها بس قلت لا طبعا فوز ما في والله فوز طبعا اكيد ما في لانه مثل بلدي انا يعني بس عاد هو ياخذها كيفه بضاعه <applause> <applause> زين هذه بالنسبه للذهبيه الاولى الذهبيه <applause> الثانيه منو كان معاك بالنهاية؟ الذهبيه الثانيه طبعا ايضا في لاعب امريكي ولكن هو يلعب لعبه وما يلعب لعبه الفلورايو ليو طبعا ما يلعب فلوراي ودخلت مع اللاعب الثاني اللي هو جوش دخلت معاه اللعبة النهائي كان هو من افضل اللاعبين امريكي بعد اي نعم امريكي وله الحمد خذيت منه الميداليه الذهبيه كم النتيجه كانت؟ النتيجه اتوقع 15 9 اه او 11 اتوقع ينافس يعني, يعني. اي نعم وليو كم كانت النتيجة معه؟ لا ليو عركة معه صح لا <applause> ليو معه عركة بس فرقت كنا نتعادل دائما نتعادل 5 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة, سبعة يعني بعد لازم أنا أحسب لازم أفرق على الأقل لو لمسة لوتي بعدها آه لمسات كودول مع بعض كنا أنا فارق على الأقل عنا الأمان يعني صحيح آه بنفس الوقت مثل ما تقول منافس كان ولله الحمد يت لمسة من لمسات فير آه بحكم الفلاش يعني اللي هو الهجوم السريع <applause> بتعليمات مدربي اله الحمد والحمد لله يعني تغلبت عليه تقريبا بهالنتيجه هذه يعني طيب 15 9 و15 10 وبالنسبه للذهبيه الثالثه كانت معي لاعب آه الذهبيه الثالثه طبعا هم ليو كان يلعب لعبه السابق ايضا تنافست معاه في لعبه السابق وتفوقت عليه ايضا نفسه ليو نفسه ليو ايه نعم شلون يحافظ اللاعب طارق القلاف على مستوى احنا قاعد نتكلم عن مستوى ما شاء الله تبارك الرحمن ما نقول حتى انه يعني واقف عند حد، لا قاعد يعني نشوف تصاعد كبير برغم الانجازات، لله الحمد المستوى قاعد يصعد اكثر واكثر مع الوقت حتى الشيبات لله الحمد ما اثرت. زين اللي <تصفح> زي. اللي انت صابوهم ابيض متعمد. اي شلون يحافظ اللاعب طارق القلاف على مستوى الرياضي؟ شوف قبل البطوله انا اصبغ ذهبي عشان اتفائل باللون الذهبي. زين زي. بعدين اصبغ ابيض عشان لا حد لا يبين انه ذهبي، لا اشفر ترى مو أه محافظتي على الانجاز ومحافظتي على اللياقه طبعا شيء طبيعي اول شيء لصحتي بحكم الاعاقه أه ثاني شيء أه شيء ضروري جدا انك انت تكون كلاعب عندك انجازات يعني موجوده أه توصل مرحله معينه أنت تبي تحافظ عليها شيء طبيعي لازم انك انت تكثف أه استعداداتك تكثف تمريناتك أه أه تتواصل في أه يعني مواصلتك في النظام الغذائي والاستماع لتوجيهات المدرب نعم. التزام بالتمرينات المواعيد نومتك في, كل شيء لازم ولها الحمد يعني وصلت مرحلة أنه ما يحتاج مثلا يعني أحد يوجهني ولكن خلاص بروح اللاعب يعرف طريقة نفسه ولكن هم يحتاج وجود الجهاز الفني معه والجهاز الغذائي معه أو أي جهاز اللي يتعلق فيه رابط له معه أنه يكون في منصة التتويج صراحة بس كابتن طارق ساعدك الاحتراف في الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير المستوى اكثر عن السابق؟ طبعا شيء طبيعي وايد وايد طبعا انت شوف انت لما كنت انا بالكويت والتمرين يكون في فتره واحده رسميه انك انت لما تتمرن فتره واحده اللي هي من الساعه 5 الى الساعه 8 او لما 7 ونص او خلينا نقول 9 مثلا ما تكفيك انك انت تبي تلعب مع لاعبين عالميين اضعف لاعب عالمي بعد احترامي حقه يمكن انت ما تقدر توصل مواصيله اذا انت تتدرب فتره واحده ما توصل ما تقدر هناك تم هناك تدريباتك يعني صبح وعصر طبعا بيصير بالكويت مثلا قبل لما كنت موجوده يعني بالنادي لما تبي تتمرن تتمرن فتره واحده وما تتدرب فترتين الا في شنو؟ الا وقت المعسكرات بس اي وقت المعسكرات تكون معسكر قبل البطوله يحتكر يقول لك يلا تعال فما يصير فانا شنو كنت اسوي بالكويت؟ كنت ملتزم الصبح والعصر فرديا باجتهاد فردي زين فرغت نفسي من دوامي ما كنت اروح الدوام متفق معاهم أه كله باجتهادات فرديه شيء مو رسمي بيني وبين دولة بيني وبين نفسي مع دوامي ما قصروا بذاك الوقت المسؤولين كانوا معي كنت افرغ نفسي الصبح وعصر ما كنت اقطع حتى خميسي مع. صبح وعصر هذا الحكي هني يبلي لما كنت بالكويت زين واللي كان يبيني يجي يزورني النادي حتى بالعياد على الاقل لو يوم بس عايد وثاني يوم لا موجود بالملعب صبح وعصر لان احمد ما اقدر اوصل حق اي لاعب عالمي اخذ منه نتيجه الا بهالطريقه هذه <applause> امانه فبالتالي إيه لو بتدرب فتره واحده العصر اللي بيقعد يسولف على ما تسولف على ما يضحك على ما يعني في بعض الاوقات ما تكون امور جديه بالتالي مثل ما تقول اجتهاد كانت اجتهادات الفرديه الحقيقه ايه اللي خلتني مثل ما تقول اني اوقف على منصات التتويج. مظلومين لاعبينا لان ما ابي اقول اغلبهم يمكن كلهم معتمدين على مجهودات فرديه وقاعد يعانون من ناحيه تفرغات رياضيه ومن ناحيه دوامات ومن نواحي ماديه وش نقول وش نخلي؟ لا بعد وقتها اخوي احمد كنت يعني اطلع حق مدربين اني يعني اتدرب على يعني اذا شفت في قصور مثلا في جهاز فني موجود كان بالكويت لا كنت بروحي اروح معسكرات استعين في مدربين اخرين بعد احترام المدربين الموجودين ولكن اذا <applause> شفت في جزء يعني في خلل اني انا مو قادر مثلا يعني اخذ الجرعه الكافيه يعني على اساس اني انا ادخل مع لاعبين العالميين لا ما اسكت عن نفسي لان الدوله بعثتني اني يعني انا قاعد امثل الوطن قاعد امثل البلد الشعب قاعد أن الدوله صارفة علينا لازم احنا يعني مثل ما تقول رجع هذا الشيء في نتيجه طيبه فبالتالي وقتها ما كان في أمور جدية بالضبط يعني ولكن كان اجتهادات الفردية هي اللي الحمد لله ساعدتني على هذا الشيء. خلينا نشوف هالفيديو من بطولة فرجينيا ومن بعد نروح فاصل ونرجع معاكم نتواصل.

جانا معكم مشاهدينا في حوارنا مع البطل المبارزه العالمية الكابتن طارق القلاف، كابتن طارق يمكن من الاحلام الجميله اللي ممكن نشوفها على ارض الواقع في الفتره القادمه ان شاء الله واللي انت قاعد تسعى فيها حيل موضوع اكاديميه خاصه بلعبه المبارزه، وين وصلت في الموضوع الحين؟ الاكاديميه هي اكاديميه طارق القلاف للمبارزه طبعا حق الاصحاء والمعاقين. نعم. الحمد لله احنا جاهزين كل شيء بس منتظرين المكان. يعني احتاج الى مكان كبير حتى اني اكون في اكثر واطول مده موجوده فيها حتى اني اقدر اقيم فيها حتى بطولات عالميه. اني <applause> يعني استضيف فيها لاعبين دول العالم، استضيف فيها لاعبين للتدريبات المعسكرات واستضيف فيها حكام دورات فنيين لتعليم اعضاء الاكاديميه على تصليح السيوف وبنفس الوقت تدريبهم على يصبحون مدربين وبنفس الوقت يدربونهم على انهم حكام يعني في مختلف الامور اللي انا محتاجها يعني ان شاء الله. مدعوم من هالناحيه الاكاديميه هذا مدعوم من احد؟ هي خاصه طبعا راح تكون خاصه. كل شي كلها شي من صوبك طبعًا على طبعا من صوبي من صوب الاكاديميه الاولى بالولايات المتحده الامريكيه زين الفرع يعني الثاني وياهم ان انت يكون فرع في الكويت هذا الفرع الثاني ان شاء الله يكون في الكويت ما عندهم فرع برا في بنسلفانيا موجوده بس اللي بامريكا اي بامريكا الكويت يكون الفرع الثاني الفرع الثاني شلون اقنعتهم؟ ما قنعناهم احنا اللي جهزناها ببنسلفانيا زين انا مع مدربي ورئيسة النادي موجودة حاليا هناك مم. وبنفس الوقت إلى الحمد احنا جاهزين ان شاء الله بالكويت بس نحتاج المكان وبعدين يجون الجهاز الفني بالولايات المتحدة الامريكية يشرفون على المكان وكل شيء ويجهزونه ويرجعون مرة ثانية ونبتدي مباشر فيها ما تشوفها وسي... مكلفة وايد؟ طبعاً هي مكلفة ولكن عائدها الإيجابي تجاه أبنائنا ومجتمعنا وايد حلو صراحة أمانة لأن في وايد إقبال أنهم يطلبون أني أكون أنا يعني أشرف على تدريباتهم ودربهم أني أكون أنا موجود بالأكاديمية حابين يكونوا موجودين معي يعني شوف في إقبال من الشباب على لعبة المبارزة عندنا آه طبعاً هو في إقبال ولكن أنت بعد بإجتهادك وقناعتك لهم بالشيء الإيجابي الحلو طب شيء طبيعي راح يكونك يعني إن شاء الله يعني بالك كابتن ان الاكاديميه في حال الفتره الجايه ان شاء الله نشوفها على ارض الواقع راح تحقق النجاح اللي انت حاطه ببالك وهذا الطموح اللي قاعد تكلم عنه انا اشوفك يعني انت قاعد تحكي كانك راسم شيء كبير ببالك اي نعم طبعا شيء طبيعي لان هذا طموحي وحاب اني اسوي شيء في بلدي ان نساهم بلدنا الكويت والجهات المعنيه بالدوله ان نعينها على ان احنا نحتضن ابناء الكويت في تخصص خاص في لعبه المبارزه بتخصصي مثلا واتمنى ان كل واحد عنده تخصص معين انه يعني يسعى انه يسوي شيء يحتضن في كل الناس اللي تحب المجال اللي هو فيه يعني آه, كابتن قلت انه ينقصكم الارض الحين او الموقع اي نعم ينقصنا الموقع بس الموقع تبون ارض عشان تبنونها ولا تبون موقع جاهز <applause> احنا وانتم ترتبونه نعم احنا شو اللي قاعد نسعي له؟ اللي قاعد نسعيله احنا مع, مع الاخوان بعد هم بالولايات المتحده الامريكيه ان قاعد نسعي احنا قاعد نشوف مساحه المكان لان انا المكان اللي اسعي له انه هو عباره عن صاله كبيره داخل الصاله بوسطها مضمار <applause> وداخل المضمار بالنص تكون الملاعب والناس اللي بتسخن دار مدارنا مضمار في جيم وفي طبعاً حوض سباحة وأكل دايت بالنسبة حق الكافيه الموجود هذا اللي إحنا الخطة الموجودة عندنا فنحتاج هذه المساحه حتى احنا نكون مده طويله فيها موجودين فيها يعني ممكن ما تكون ارض وتبنون عليها يعني ممكن يكون مكان جاهز إن وانتم ترتبونه حسب ما انت قلت الحين نعم مخطط موجود ولكننا على الامكانيات الموجوده لان بتصير اكاديميه ضخمه كبيره ما نبي نسويها مثلا مثلا واحد ياجر مكان ياجر سرداب ولا ياجر نعم. مكان يبارس فيه بعدين يطلعونه ويروح مكان ثاني يدور لا احنا ما نبي مشكله اي لا لا احنا قاعد نفكر بشيء ثاني ان شاء الله نعم لان اعتبر اعتبر راح يكون راح تكون اكاديميه من تنطلق بالكويت راح ان شاء الله نطلقها حتى بالخليج باذن الله باذن الله ان شاء الله هذا الحلم ان شاء الله يتحقق كفر. ان شاء الله. بإذن الله طموح ما شاء الله, إن شاء الله. يعني هذا الناس ما يصعب عليك هالشيء بالعكس خلينا نشوف فيديو ثاني لبطوله فرجينيا ونرجع نستكمل حوارنا كابتن طارق يمكن لما نتكلم عن المعاناة قبل ما قبل الاحتراف عانى الكابتن طارق القلاف من كثير من الأشياء أو يمكن حتى من المواقع الرياضية في الكويت اللي مختصة في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة هل اليوم هذه المعاناة نساها قطها وراء ظهره في ظل ما أنت اليوم شاق طريقك ما شاء الله تبارك الرحمن في العالمية ومسيطر مثل ما نقول على الذهب العالمي شوف بالنسبة حق المعاناة شيء طبيعي أكيد أنساها يعني لو بتذكر معاناة أنا قاعد ما حققت شيء أه ما خلي معاناة موجودة إله الحمد تغلب عليها بلحظتها أه ولا أعطي مجال حق اللي أي واحد إنه ما عنده طموح ويهدم طموحي نعم. ولا أني أكون صوبة ولا أني أشارك بأي شيء حتى أنه لا أه يعني أه مثل ما تقول يخلي طموحي سلبي مو ايجابي. صحيح. هذه النقطة اللي اسعي لها. وبنفس الوقت شيء طبيعي ان في ذاكرتي لا لان أ... كانت حرب تشد على طار القلاف من اي نعم هي في ذاكرتي يعني لما نقول حرب حرب بمعنى الكلمة اي نعم هي في ذاكرتي موجودة اخوي احمد مم. ولكن بالعكس فرحان فيها اني اكتشفت <applause> اللي ما عنده طموح حساس اني ما اكون انا في نفس الطريقة. فبالتالي كل انسان عنده طموح يشعر بطموح الاخرين، طبعا في بعض الناس ما عندها طموح فما راح يشعر بطموحك، فما راح يعطيك اللي انت تبيه ولا راح يساعدك بشيء. نعم. فبالتالي مثل ما تقول الحمد لله رب العالمين تغلبت على هذه الظروف كلها وبنفس الوقت مثل ما تقول اللي ما سمعني قبل واني قاعد اتكلم عن معاناتي انا راح اخليه يسمع وخليه يقرا في نعم. كتابي حملته مثل ما حملني. يعني. نعم شنو اخبار الكتاب صدق ان شاء الله لك. ان شاء الله شغل عايش. معرض الكتاب ان شاء الله. في معرض الكتاب بالكويت تقصد؟ اي نعم ان شاء الله. هو برا موجود الحين؟ هو موجود برا، قاعد ينباع يعني في الامارات. انت مختار لموسم موسم معرض الكتاب؟ لا بالعكس في شركه ناخذ رايها في ناس متخصصه في هذا الشيء نعرف احنا متى راح يكون انه ينزل الكتاب في شيء مخطط له يعني، فالى الحمد ان شاء الله الحين شيء نهائي انه راح يكون في معرض الكتاب ان شاء الله الجاي وراح تواجد انا كل الايام ووقع حق ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن يعني ما شاء الله قاعد نشوف من خلال البطولات الاخيره اللي قاعد تشارك فيها ان في دعم كبير قاعد 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 اليوم يشوف الكابتن طارق القلاف وهذا الدعم اكيد له اثر كبير في ما يحققه من انجازات من اللي يدعم طارق القلاف اليوم والله شوف طبعا الدعم الاول حقيقه من عائلتي اشكرها على كل اللي قد تقدمه لي وبنفس الوقت مثل ما تقول الفتره هذه بدعم سمو ولي العهد شيخ نواف الاحمد جابر الصباح م. ما قصر امانه بنفس الوقت بنك في البطوله الاخيره غان. تقصد اي نعم وبنك برقان ومؤسسه خطوط الجويه الكويتيه وان شاء الله هناك في الكتب موجوده عند بعض الشركات اللي تقدمت لها انا ما تقدمت حق هذه الشركات الا من باب يعني افتخاري في واتشرف اني انا يعني تكون يعني شعارهم موجود معي اني احمله ما بين هذه الدول وافتخر اني انا لابس هذه الرعايات واتمنى ان شاء الله اذا كان في نصيب يشرفني هذا الشيء. وإذا ما كان في نصيب، أنا كويتي أمثل الكويت وأهدي لهم أي إنجاز يتحقق. نعم. إن شاء الله. تجهيزاتك الجاية إن شاء الله شهر واحد حق البطولة القادمة، أول شيء وين البطولة راح تكون؟ آه البطولة راح تكون من 8 إلى 11 يناير 2016. 2016 إي نعم، في آه ميزوري راح تكون، إن ميزوري إن شاء الله. وأسعي لها إن شاء الله بتجهيز كبير آه لأن راح يكون فيها طبعًا تحدي حسب ما سمعت من اللاعبين. نعم يقولوا لي يا ويلك نبي ها إيه <applause> <applause> نبي هذا <عظيم. تصفيق> يقول بقشقشك مثل ما قشقشتنا فالله <applause> فأ يوفقني بنتيجه آه واحنا اصدقاء العالم المهم ان احنا اصدقاء السلام مع بعض نعم. نقدم رساله الى العالم ان المعاقين موجودين واستعدادنا ان شاء الله راح يكون بالفتره الجايه راح يبين وراح يكون تكون معسكراتنا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. اسال الله يوفقك ان شاء الله كابتن طارق. الله يسلمك. إن شاء الله. استمتعنا معاك امانه من خلال هذا اللقاء. إذا في كلمة أخيرة حابب تقولها في نهاية لقائنا والله الكلمة الأخيرة أقول مشكورين على استضافتي في هذا البرنامج دائم الحقيقة اللي أعتز فيه وكون المكان المريح الحقيقة اللي أحب دائما أتواجد معاكم ويشرفني هذا الشيء أخوي أحمد أه وتحياتي إلى الأخوان أسرة هذا البرنامج من المعدين المخرجين والأستاف كامل واتمنى ان شاء الله ان نلتقي من بعد البطوله الجايه ان شاء الله يناير ان شاء الله نلتقي باذن الله اذا الله وفقنا بالنتيجه نلتقي واذا ما الله وفقنا بالنتيجه على اتصال هاتفي راح نقول لا ان شاء الله بإذن الله, <applause> باذن الله باذن الله بشهر يناير تكون مداخله يعني, يعني ما تكون مداخله ان الله تكون معنا بالاستديو يكون في ذهب اكثر من هالذهب اللي موجود معنا اليوم الله كل الشكر لك كابتن طارق عسى الله يوفقك الله يسلم وان شاء الله رفع راسنا دائما مثل ما نقول باذن الله ان شاء الله على القوه الله يقويك ان الله آه ما نلام مثل ما قلنا بطل من ذهب كل الشكر والتوفيق للنجم آه وبطل مبارزة الكويتي العالمي آه الكابتن طارق القلاف اللي نتمنى باذن الله له التوفيق ونشوفه ان شاء الله بالفتره القادمه مع ذهب جديد و بطل من ذهب انتهت فقرتنا الثانية عندنا الفقرة الأخيرة لكن بعد الفاصل خلكم معنا <applause> مع بداية موسم التخييم الكثير يتساءل عن هل راح يكون هالسنة في رسوم على المخيمات وما راح يكون في رسوم شلون كانت التجربة في العام السابق وهي أول تجربة بأول سنة لوضع رسوم على التخييم في البر كثير من الأسئلة راح نتكلم فيها في هذه الفقرة مع ضيفنا دكتور حسن كمال عضو المجلس البلدي مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالخير أخوي أحمد أشكركم على هذه الدعوة دكتور حسن بداية خلنا ناخذ تقييمك للتجربة السابقة في العام الماضي إينا. للرسوم اللي صارت على المخيمات، تقييمك لها التجربة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني لو تتذكرون بأن لائحة المخيمات طبقت لأول مرة في السنة الماضية يعني صحيح وكانت هذه اللائحة معدة بطريقة بأنها يعني تحل مشاكل كثيرة كانت في السابق في السنوات اللي قبلها هذه المشاكل منتشره كانت هناك بعض المشاكل البيئيه بعض المشاكل الأمنية بعض مشاكل الحريق عندنا كانت صحيح. وكانت هناك بعض المشاكل الاخلاقيه كثير من الامور كان من الصعب على الحكومه او على الدوله بان تراقبها وتتابعها وايضا يعني في منطقه مفتوحه جغرافيا كانت تقريبا تحتاج الى جهود مضاعفه نعم. اللائحه وضعت لعمليه المراقبه ولعملية المحافظه على البيئه وايضا لو تلاحظون بان في السنة الماضية يعني تم تحديد مواقع معينة للتخييم صحيح. في جنوب وشمال الكويت وأيضا في الغرب وأخذت بالاعتبار طبعا المشاريع المستقبلية سواء النفط أو الدفاع وغيرها وهذه الأماكن حجزت يعني. دكتور بس في من يقول أن كانت التجربة فقط أن ينحط رسوم هذه الرسوم منها تأمين ومنها مبلغ يروح حق الدولة ما شفنا يعني حسب الكلام بالنسبة للبيئة نحط السيراميك ونحط الطابوق وصار بنيان بالنسبه للوضع الامني كان في بعض الجهات الامنيه موجوده مراكز صغيره صحيح. ما كانت مغطيه بذاك يعني الشيء المطلوب ما كان في شيء الا موضوع الرسوم، هل الكلام هذا صحيح ولا تلمسه ل... شيء ثاني؟ لا هو تقييمنا للوضع يعني الخدمه الحكوميه كانت يمكن حتى بالنسبه للنظافه بعد هي ايضا م. النظافه اذا نتكلم عن شقين، شق الاول هو شق الرسوم، م. الرسوم كانت عباره عن نوعين أيضا تأمين صحيح. 300 دينار يسترجع تالي التأمين بعد ما تنظف المخيم مه. وكان على كل ألف متر مربع كان يعتبر ماكسيمم حق المخيم الواحد آه وهناك رسم آخر 50 دينار للنظافة مه. وكان كل آه يعني هذا غير مسترجع ال 50 أما 300 مسترجع يعني آه النقطة الثانية كانت الخدمات الحكومية اللي تقوم فيها جهات الحكومة كالإطفاء والداخلية وايضا عندنا غير الامن عندنا الصحه طوارئ الصحيه طوارئ صحيه يعني هالامور هذه كانت جدا مهمه يعني وخاصه في بعض الاحيان تصير ظروف خلينا نقول جويه من الصعب انك تتعامل معها بالطريقه الطبيعيه او حتى حوادث يعني حوادث معينه عندك البقيات هاي بروحها موضوع اخر يعني بعض المشاكل بين المخيمات اللي تصير لهذا السبب يعني كان في اقتراح بالسابق بان يكون هناك مركز خدمه مركزي في كل منطقه وهذه الجهات الخدميه الحكوميه تكون موجوده بالداخل لان السنه الماضيه كانت اول مره بتطبيق هذه خلينا نقول اللائحه طبعا هذه المواقع ما كانت متكامله الان هذه السنه يعني من المفروض بان تكون هذه المواقع افضل يعني حتى الجهات الاخرى بعد اجتماعنا اثناء موسم البر تطبيق اللائحه عرفنا بان هم مستعدين ويعيدون تطبيق هذه اللائحه بالاضافه هم محتاجين اذا اماكن امنه هم يستقرون فيها ويوفرون خدمتهم بشكل عام. بس دكتور بشكل عام ما كان اه يعني تقييمك بان الوضع كان المفروض يكون افضل من العام السابق؟ هالسنه هذه المفروض افضل، دائما اللائحه بالبدايه اول مره تطبيقها يعني القصور اللي كان في العام بان كان اللائحه طبقت بشكل مفاجئ. يعني دخلنا على بداية شهر 11 البداية الموسم يعني لآخر شهر 10 شهر أكتوبر الناس كانت مهي عارفة بالضبط شلون اللائحة وشنو هي صحيح. وكيفية التعامل معها وحتى كان في رسوم ولا ما في رسوم يعني رسوم وما في رسوم كان البعض يعني يتأمل بأن الرسوم تقل لأن بالأول كانت الرسوم أقل بس قبل سنتين في اللجنة المكلفة يعني ضعفوا المبلغ ولكن الرسم بشكل عام لو تحسبه مقابل الخدمه يعني من الممكن نقاشها بشكل بسيط خاصه 50 دينار لما تدفع 50 دينار على غير يعني غير مسترجعه لمده سته شهور هذه تقريبا مناسبه اما الحق اللي بيطلع تقريبا اسبوع اسبوعين او 10 ايام في المخيم تدفعني نفس نظام اللي بيقعد خمسة شهور هذا ماكو توافق لهذا السبب يعني من الممكن معالجه هذه الطلعات البسيطه الصغيره ولكن حق الخمس شهور يعني اعتقد حتى امه لاحظنا في ان البعض الى الان ترى مو مسترجع مبلغ التامين يعني نعم يعني صحيح هناك في نوع صارت مشاكل موضوع استرجاع التامين الان اي موضوع اخر الان هو اليه استرجاع هذا المبلغ يعني يعني بلديه الكويت الان هي قاعد تفكر في طريقه لاسترجاع الاوتوماتيك الالي حتى الاسترجاع يقول لك تعذب عذاب في بعض ما قدروا الى لا لا الان يسترجعونها قالوا خلوا ال 300 مالتنا عندكم حق السنه الجايه عرفتوا شلون؟ لهذا السبب يعني هني الاليه يعني مو صعبه يعني المبلغ اللي دخلت مثلا تقدر تخلي مثلا عن طريق النت اللي يعني او او اقصد عن طريق الكينت يعني اونلاين بطريقه معينه بان حتى المبلغ يسترجع لنفس الحساب الذي تم يعني سحب المبلغ منه، هناك اليات يعني مش صعبه يعني هذه الاليات ليش نشوفها اليوم صعبه؟ في ظل تطبيق هذا القرار من سنه ما كان أجدر انه يتم ترتيبه وتجهيزه بشكل افضل واحسن بحيث انه يطلع ناجح كاول سنه علشان على الاقل يستمر والناس يعني ترضى اليوم الناس حتى يقول لك في اغلبهم انا اسمع الناس ماني دافع خلت خيمه إيه الحين اي في البعض يعني بالذات اللي ما استرجع فلوسه اللي ما استرجع في البعض اصلا من كثر ما هو مسوي دمار للبيئه بال300 هذا يقول شيلت يعني اذا بشيل المخيم مبلغ اكثر من 300 التامين يعني زي. خل الامور كذي عرفت شلون وهذا المفروض هني بعدها ما اكو دور الوعي البيئي ووعي او نوع من التوعيه من المفروض ان ننشرها بالاعلام للمواطنين يعني صحيح. اثر هذه الاعمال على البيئه البيئه مش يعني خاصه في فرد ولا مجموعه معينه هذه البيئه الطبيعيه اللي عندنا هي ملك الجميع, ملك الجميع. وراح تاثر على كثير من الاشياء المستقبليه اذا لم يعني نعتني ببيئتنا يعني هل في اولويه لصاحب المكان انا اخذت هالمكان السنه اللي فاتت لي اولويه اني اخذ السنه هذه ولا حسب اي شخص ممكن ياخذ الموقع خلاص هلا. والله الى الان ما شفت ان هناك اولويه يعني عرفت شلون ولكن من الممكن اذا هذا الاقتراح موجود بطريقه شيء جيد يعني بان بما ان الموقع هو عباره عن احداثيات نعم. يحجز الاحداثيات للمستقبل نعم. مع بدايه الموسم او قبل الموسم يعني فتره آه مسبقه لان في بعض المخيمات لها مركز دائم تقريبا سنوات صحيح. تعلموا وتعودوا على المكان صحيح. يعني عندهم رواد دايمين يستخدمون وعارفين طريقهم من الممكن هم يخلي الرسوم بطريقه معينه اذا التامين مثلا للمخيم يظل ويحجز المكان للسنه القادمه ولكن الى الان يعني راح يصير نظام نفس نظام السنه اللي فاتت بعد كم يوم طبعا تم تشكيل لجنه وزاريه من قبل معالي وزير البلديه هذا اللي عرفته في متابعه اعمال البر يعني وهناك راح نفس الاجراءات بان يفتحون عن طريق النت وكل واحد يختار الموقع عن طريق الاحداثيات ويحجز وبعدين يراجع البلديه من المفروض هالسنه هذه تكون اسهل عمليه للمواطنين بعد التجربه الاولى يعني بعد التجربه الاولى يعني الحين عرفوا العمليه مش صعبه يعني في حجز الموقع وايضا مع موظفين البلديه في هذا الجانب يعني لان الموظفين ايضا كانت العمليه جديده بالنسبه لهم صحيح. في التعامل مع المواطنين بشكل مباشر والتاكد من المواقع دكتور الان دكتور انت سهل جدا انت في المجلس البلدي شنو رايكم بعد التجربه الاولى اليوم بعد ما مرت سنة على التجربة اللي فاتت هل تأيدون اليوم هذا الإجراء هل في عندكم نقاط معينة تناقشتم مع البلدية فيها حبيتوا أن تطورون شيء معين كإلغاء أو أوكي استمراره ولكن بشكل أفضل من السابق إحنا أثناء يعني الموسم الماضي يعني في لجنة البيئة في المجلس البلدي يعني اجتمعنا مع الجهات المعنية نعم. وخذينا ملاحظاتهم في بعض النقاط يعني اهم نقطه مثلا المواقع الخدميه في كل منطقه يعني آه شفنا بان اكو ارتياح طبعا من الجهات الحكوميه هذه الخدميه مه. لان الان بالنسبه للعمليه واضحه يعني الخريطه واضحه في المخيمات الموجوده واصحابها وطريقه الوصول اليها يعني. صحيح. آه هذه وحده، النقطه الثانيه لاحظنا ايضا كثير من المواطنين ايضا مرتاحين. لان كانت بالسابق هناك مضايقات معينه في توزيع العشوائي للمخيمات مهم. الان كل مخيم معروف من صاحبه من اللي فيه وعنده منطقه جغرافيه معينه ألف متر كان شخص يلك يطق الخيمه يم الخيمه يعني ايه يعني ممتر. ايه بالاول ولازم مسافه 100 متر على الاقل بين صحيح. مخيم والاخر يعني اما الان لا 1000 متر واذا بمجموعه يبون يندمجون فيما بيناتهم يقدمون طلب كإخوان ولا هذا يبون مخيم أكبر من الألف يقدرون ياخذون بالسابق كان لا ما في محدودية بالمساحة الجغرافية كان الواحد يقدر ياخذ له ألف مائتين ألف صحيح. سبق لبق يعني عرفت شلون اللي هو يحجز قبله هو اللي ياخذ المكان الآن لا هالتنظيم هذا كثيرين ارتاحوا صارت فرص أفضل لاصحاب المخيمات ومثل ما قلنا في ناس يستخدمون البر يعني لفتره خمس شهور كامله مخيم دائم بالنسبه لهم يصير وفي البعض لا فتره عطت نص السنه مدارس المدارس 15 يوم هذه 15 عشر يوم يطلعها والاغلبيه هذه يعني يبون يرتاحون في البيئه بهذه الفتره ويبون مساحات تكون موجوده هذه للحين ما تم وضع اليه لهم ليل لا الان هم كالسابق هم كالسابق مم. هذا لما اتكلم انا عن طريق الحجز والاجراءات اما مم. مساله الرسوم يعني الرسوم ما شفنا مضايقات من اصحاب المخيمات اللي فتره طويله يعني شايفينها مناسبه أه ولكن أه يمكن اللي اصحاب الكشتات هذه بالنسبه لهم غير مناسبه يدفع له مبلغ أه. وبعدين هم للنظافه بيدفع له مبلغ اخر رسوم واحنا بدنا بلديه الكويت بان يعني خدمه النظافه تكون افضل بطريقه بان بناء على راي المواطنين يعني اللي سمعناه بين النظافة أن يأخذون جولات أماكن معينة ولكن قريبا المخيمات سيارات النظافة تدخل في المناطق يمكن هناك عقبة أن سيارات ثقيلة وأماكن بر احتمال تغرز صحيح. بس من الممكن, من الممكن عمل بعض الممرات لأن البعض يشتكي بأن مسؤوليتهم هم بأن يشيلون النظافه من المخيم ينقلونها إلى اماكن حاويات محبسة. حتى لو تنحط حاويات وينحط يمها لافتات مع مداخل البر بان النظافه من الايمان بان على الجميع الالتزام الكل ممكن تلاقي يجيب إيه ال تكرم يكرم السامع الزباله اللي عنده يقطها في الحاويه وتجي السيارات على الشارع تاخذهم يعني الان هذا اللي حاصل يعني اكو حاويات مه. يعني ولكن المواطنين قاعد يقولون احنا قاعد ندفع مبلغ معين 50 دينار يعني عارف ليش ما يجون ياخذون النظافه من عندنا يعني بس هذه هم في عقبات مثل ما قلنا فنيه السيارات الثقيله في بعض الاماكن ما تقدر توصل والبر بعد شاسع ما تدري ولا هذه السيارات كل كيلوين سياره بتغرز يعني ناكد احنا للناس اليوم لان حتى الحين الناس في بعضهم مو عارف امس بالذات انتشر على الواتساب انا يعني واتساب ان نقول كلام مؤكد من واحد مسؤول البلديه ان تم الغاء الرسوم احنا ناكد ان الرسوم موجوده السنه هذه الى الان ما في الغاء الى اليوم يعني نفس الرسوم موجوده يعني نعم شلون نحفز الجميع اليوم للالتزام بالقانون بالذات في موضوع انه يروح يحجز عن طريق البلديه ويدفع رسوم سواء تامين او حتى الرسوم اللي ما ترد، شلون نحفز الناس على هالشيء دكتور؟ الان الناس اذا شافت خدمه تناسب الرسوم تناسب استمتاعهم بالبر، ما راح يسالون حتى عن المبلغ بشكل عام يعني عرفت شلون؟ يدفع اكثر من 50 دينار يعني 50 سنة سنة وفر لي يعني. الخدمه ادفع انا. صح. اما انا ادفع ونفس الخدمه خدمات السابقه ونفس الاسلوب انا بشيل اغراضي وبكودها وتكرمون هالزباله القمامه انا مسؤوليتي مه. عرفت شلون؟ وماكو نظافه ماكو خدمات اضافيه ليش تدفعني زياده؟ صح. عرفت شلون؟ لهذا السبب خلينا نوفر الخدمه وما حد راح يمانع يعني يعني مه. تكون عمليه متناسقه. الان آه المواطنين بشكل عام يعني كخدمه تسجيل وحجز الموقع والتخييم وهذا يعني آه متعاونين بشكل عام يعني او حتى وال... من ناحيه الاسترجاع التامين إيه مثلا سهل عليهم شوي السهل عليهم من يعني. النظام الالكتروني عن طريق البنوك نعم يعني الحساب اللي اندفع منه يسترجع للمبلغ بنفس الحساب عن طريق الالكتروني اما الحين يعني السنة الأولى ما كانت تجربة جيدة في استرجاع المبالغ. حتى بالنسبة للانتهاء من موسم التخييم يمكن أغلب الناس حسب ما نسمع شال المخيمة من غير ما يتم إشراف من قبل البلدية ما عرفوا شال نظف ما نظف شنو حط فيه قلنا أن الناس حتى السيراميك حطوه إيه وهو ممنوع صح ولا هو المفروض بأن يرجع المخيم مثل ما استلمه بالبداية الأرض نعم. يعني ففي ناس مثلا وايد ما رجعوا ليش ما تم محاسبتهم مثلاً بالنسبة لموضوع البيئة إحنا نرجع لموضوع البيئة إيه موضوع البيئة <applause> أعتقد الآن دور هاي العمل البيئة مع تطبيق قانون البيئة راح يكون قوي هذا السنة يعني <applause> بس بودنا أيضا يعني لا يصير تطبيق وجزاءات وعقوبات بشكل مباشر يعني خلوا مرحلة مسبقة في توعية الناس تعليمهم خل المواطن بنفسه هو اللي يساهم في يعني خلينا نقول نظافة البيئة لهذا السبب تقدمنا باقتراح قبل عدة أيام يعني بالتحفيز المواطنين على زرع شجرة في كل مخيم حلو. إحنا مو قلنا كل مخيم ألف متر مربع خل المواطن يزرع على شجرة وعطى المحفز يعني حتى لو زرعت أقدر تأمينك أعطيك إياه أو حتى لو حتي حتى الخمسين مالتك أرجعها لك بس ازرع لك مخيم بشجرة والشجرة بعدها من الهيئة المؤس... العامة للزراعة والثروة السمكية هني دورها بان تحدد انواع الشجر ويمكن تعطيها الشجره هذه للمواطنين بالمجان يعني تم التواصل بينكم بين الهيئه الان قدمنا الاقتراح من الاول كنا متواصلين وياهم بس ما زال يعني المفروض التواصل اقوى بس مع الاقتراح الان ان شاء الله راح تكون هناك يعني طرق للتواصل بشكل اكثر الان تبعات هذه الزراعة طبعا ما راح تكون عشوائية نعم. لازم تكون منظمة ويكون هناك تنسيق بين البلدية مع الزراعة في نوعية المزروعات في طريقة توزيعها وأيضا مستقبل ماذا نريد من هذه المنطقة نعم. عرفت شلون لأن في بعض المناطق راح تكون مستقبل يمكن مدن إسكانية تم تحديد مناطق السنة هذه هالسنة يعني مثلا مدينة المطلع وتوزيع الحين الفترة اللي فاتت اعتقد لكل 20 يمكن ما في مخيمات الان فوق في يعني جغرافيا موزعه منطقة الشماليه ومنطقة الجنوبيه ومنطقة الغربيه موزعه ولكن في المنطقه الشماليه اكو بعض المشاريع النفطيه اللي على ضوها يعني تم تغيير مواقع عن السنه الماضيه يعني نعم. وايضا المدن مثل المطلع والمناطق هذه الان اللي سلمت لها للمؤسسه العامه للرعايه السكنيه هذه بعد ايضا يعني ما فيها تخييم اي 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 بقعه جغرافيه سلمت للجهات الاخرى هذه طبعا ما راح يكون فيها تخييم، لهذا السبب تشوفون بان مواقع موزعه جغرافيا على مستوى الكويت وكل منطقه لها روادها بعد. صحيح. إيه نعم. ما هو جديدكم دكتور حسن في المجلس البلدي ان شاء الله الفتره القادمه؟ تحضرون ال... حق شيء؟ الان في المجلس يعني بدينا المجلس الاسبوع اللي فات يعني بدينا الدو... السنه الثالثه من عمر المجلس. نعم. وهناك طبعا عده مشاريع، طبعا هذه المشاريع التنمويه عاد المشاريع الكبيره هذه بداياتها تكون عن طريق المجلس البلدي نعم. وبعدها الجهات الحكومية الأخرى تنفذ إحنا حرصنا بأن أي مشروع وطني تنموي يعني لا تأثير مباشر على الاقتصاد وخدمة المواطنين هذا مفروض أن نسرع في إنجازة نعم. لأن الجهات الأخرى منتظرة موافقة البلدية هناك في المخطط الهيكلي يعني تم تقسيم الكويت إلى سبع مناطق إقليمية وافقنا احنا على المنطقة الثانية الصبية ومنطقه المنطقه الغربيه، الان اكو منطقتين في الجدول المنطقه الش... اللي هي تقصد المدينه مدينه الصبيه؟ إيه المنط... إيه مدينه الصبيه مم. عباره عن شمال الصبيه والصبيه وبوبيان. مم. هذه المنطقه المتكامله هذه وافقنا عليها قبل اكثر من سنه يعني. نعم. الان دور الجهات الحكوميه الاخرى في تنفيذها تقصد الاسكان والدفاع كمدينه متكامله مم. ولكن وحددنا استعمالاتها ومكوناتها. سبع سنوات واحنا نسمع مدينه صبيه الان المخططات موجوده كانت في السابق، الان دور المجلس البلدي والبلديه بان يتم تسليم هذه المنطقه للجهات الحكوميه. الان مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية يبون يعملون لهم هيئه، يبون يصممونها بطريقه معينه، هذا لان في مكونات كثيره كان كويت ثانيه مدينه كويت متكامله بالشمال الشمال. نعم. حسب المخطط اللي شفناه شيء. خرافي مثل ما يقولون الان احسن ما عندنا احنا مخططاتنا حلوه بالالوان <applause> والصور وهذا الحين مرحله <applause> الورق الأح... الحين المرحله الثانيه ونتمنى ان يتم تنفيذها الان باسرع وقت يعني نعم. حتى لو على مراحل لابد الان بان تكون هناك خطه زمنيه لتنفيذها صحيح مثل ما وافقنا على المنطقه الثانيه هالسنه ان شاء الله عندنا في المنطقه الشماليه ايضا على غرب الصبيه ومنطقة السابعه نعم. وعندنا في الجنوب المنطقه الاولى هذه طبعا تكون مدن متكامله بعد الموافقه راح يتم استعماله وهناك ايضا يعني خطط تنمويه او مشاريع تنمويه مع الامان العام للتخطيط يعني كان في هناك اجتماع مسبق بين رئيس مجلس البلدي ومعالي وزير الشؤون وزير الدوله الشؤون التنميه في هذا الجانب بان هناك مشاريع لازم تنفذ وهناك بعض التعطيل هذه كلها ان شاء الله راح تدخل في الجداول باللجان المجلس على اساس ان هذه السنه يتم يعني الموافق عليها وهم بعدين الجهات الاخرى ينفذونها باذن الله بس اخذ منك اعتبرها كلمه اخيره جديدكم في العاصمه وانت مهتم في الملف ورئيس لجنه العاصمه والله التطوير الحلو اللي شفناه في منطقه الوسط في المباركيه والاماكن الثانيه احنا طموحنا في العاصمه اكثر من هذا بكثير يعني صحيح لان العاصمه ما زالت يعني الى الان يعني غير جاذبه وبالليل يعني ما زالت هي العاصمه الموحشه اما في النهار تعتبر لان العاصمه مثل منطقه اقتصاديه وتجاريه ولكن العاصمه عاده في جميع الدول هي احلى وارتب منطقه او مدينه في الدوله هذه صحيح. يعني احنا لو نلاحظ قلب العاصمه فقط عندنا المنطقه التنباركيه والمحيط اللي فيها يعني ولكن ما شفنا مشاريع جديده خلال السنوات الماضيه ما زلنا الان مع الجهاز التنفيذي في البلديه ومع ايضا المباني القديمه اللي موجوده عين للسقوط امانه يعني تشوفها تضايق الان قانونيا ما نقدر نلزم اصحاب المباني بان يزيلون مباني ويعيدون بنائها يعني أه هو مستثمر وصاحب الملك ولكن الدوله تستطيع ان تحفز بطريقه معينه بان تعطي مساحات تحفزه ان يبني تعطي مثلا بعض التسهيلات بان شجع على بناء هذه المباني ولكن مسؤولية البلدية والجهاز التنفيذي بأن يكون هناك مخطط لاستعمالات هذه المناطق وأيضا جغ... وتوزيع هذه المباني وارتفاعها وغيرها ومواجهاتها وجماليتها هذه كلها لوائح تستطيع البلدية أن تعملها هي إحنا مجلس بلدي نقدم الاقتراحات ونتابعهم ولكن هناك بطء في التفاعل نتمنى أن يتم التفاعل الآن بشكل أكبر مع الجهاز التنفيذي في المرحلة القادمة وأيضا مع الوزير يعني مهتم بهذا الجانب نتمنى هالثلاث أطراف أن يتعاونون ونشوف شيء ملموس بدل ما نشوف أوراق وتصاريح على أرض الواقع حتى في نشوف يعني الأبراج اللي تنبني بالعاصمة تكون لها أشكال هندسية حلوة وجاذبة مثل ما كثير من الدول اليوم تهتم بهذه الأشكال ما نبي نشوف بس برج طويل 60 70 طابق ولكن ما في روح يعني شكله عادي. هذا الحين لما نقول واجهات والتصاميم المعماريه واجهات الخارجيه هذه لازم تكون لها لوائح. صحيح ما يصير نخلي يعني لو تلاحظون يعني يعني اغلب المباني تقريبا أفكارها اجنبيه يعني. اي ماكو شيء جذاب. يمكن تكون جذابه في نيويورك وبوسطن وشيكاغو بس ما م. تكون جذابه في منطقتنا. صحيح. وما تكون متناسبه مع بيئتنا يعني عرفت حتى فنيا يعني مم. لما لي مبنى كله جلاس بطريقة معينة مم. وما يعني استعمل تقنيات معينة تحد من دخول الحرارة وغيرها صح. هذه لها تبعات يمكن أو تكلفة إضافية في الطاقة وتبريد وغيرها أمور كثيرة صحيح. يعني يمكن تكون جميلة في الدول الأخرى بس مو في منطقتنا مم. إحنا دورنا كبلدية الكويت كدولة أيضا بأن نعطي يعني هوية معمارية لهذه المباني. صحيح. وايضا نعطي حريه بهامش معين للمالك لان مبناه بالنهايه نعم. ولكن بقيود وطنيه في هذه المنطقه الموجوده صحيح. احنا في العاصمه عندنا مشكله اخرى اللي هي البنيه التحتيه البنيه التحتيه قديمه ومتهالكة يعني كطرق وصحي وماي وهالامور هذه الى اليوم صحيح هذه ما لابد ان تكون متوافقه مع التطور الموجود او حتى التطور المنشود من صحيح مثل ما نقول مخطط هيكلي عندنا يا طموح والوان حلوه عرفت شلون مخططات جيده ممتازه ماذا عملنا لتنفيذه؟ لازم البنيه التحتيه تط... الان نشتغل في تطويرها. الشوارع العاصفه تضايق لو طالع الرصيف تضايق لان امانه ما في الارصفه متكسره اغلبها والشوارع مثل ما قلت متهالكه. نتمنى نشوفها ان شاء الله الفتره القادمه شاء الله. افضل اشكرك جدا دكتور حسن كمال الله معنا على معنا وعلى هذا التوضيح ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق لجميع اعضاء المجلس البلدي يعني على ما تقدمونه. من جهود في هذا المجلس كل شكر لك شكرا على الدعوة وأشكركم على استراحة مشاهدينا انتهت حلقتنا الليلة نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة من سلامة كويت مع السلامة <applause>